جميل. هل راح تلتزم سنه كامله ما راح تلبس العمه؟ ما راح تلبسها؟ زين ما ادري جوز سيد مقتدى بعد شهر شهرين يلبسني يامرني ان البسها. تحت رهن راح تتغير؟ اقول لك عيني انا راح تتغير لو لا؟ انا شو يقول ابو هاشم انا اقبل. ايش قال لك ابو هاشم؟ انا اذا قال ابو هاشم زين صفر ازين صفر. ما تجاوبني. هل راح تتغير؟ ابو هاشم اذا اقول لك يعني هو خليه يسمع مكتب السيد الصدر، وخليه يسمع سيد ابراهيم الجابري، وخليه يسمع ابو دعاء العيساوي. التكريم التكريم، وخلي يقولون كذب. انا اريد اتوصل لسيد مقتدى الصدر. اللي كرمني يا سيد مقتدى الصدر ما مكرم بي واحد من الخطباء ومن رجال الدين، لا قبل ولا بعد. واذا يوم هم يسمعوني هسه ومن فضائيتك كرمني تكريم معنوي ومادي. معنوي ومادي. طاك فلوس؟ معنوي ومادي. الاستقبال والقعدة اللي وياه واللي انت شاهيش انت شيت عليه وحطيت ايدي على ركبة ابو هاشم والصورة. هذا ما نحكي به الموضوع. اسمعني اخي، هل راح تتغير بعض السلوك؟ الخاطر ابو هاشم ايه هو قال لي، قال لي دخل للعمامة حفاظا عن دمك حتى اني اقص هذا، وانت اخذ راحتك. والله ما قال لي عوف فلان شي عوف، قال لي انت دعوف العمامة. غير سؤال، بعض السلوك عندك راح تتغير؟ راح تتغير هواي عندي امور. يا اخي ليش جاوبني هذا الكلام؟ انت ليش وانت نرفزتني يا اخي؟ انا يعني دم ولحم، يعني انت تساعدني ومن ثم تريدني راسا ابقى مستقر، غير دم ولحم شوي خلينا اهدى. ليش صرت وانت وديتني الجماعه زعجتني، رجعتني بابو هاشم ريحتني، غير شويه تطيني ريست. يا حبيبي يا استاذ نزار. يلا اوكي اوكي.